أما في ليبيا فقد أشارت تقارير إلى تردي الوضع الاجتماعي لعديد الأسر التي فقدت معيليها في ليبيا، ما أجبر بعض النساء الأرامل على العمل في مهن لا تكفي لمواجهة المتطلبات المعيشية. نادية أحمد إحدى هؤلاء النسوة بدأت عملها الخاص الذي تأمل أن يمكنها من تلبية حاجات أسرتها التي فقدت معيلها إبان أحداث ثورة 17 من فبراير. توفى المرحوم وعقب لي 5 أطفال، ما عقبنا شيء، يعني حتى مسكن ما عندناش مسكن، وظروف صعبة، ما فيش إلا المرتب كاين. أني الأم والأب في نفس الوقت، في فترة من فترات صغاري محتاجيني حتى هم اللي يدرسوا، نحاول نراجع معاهم، ما نقدرش حاجتين نشتغلهم في وقت واحد. أصعب موقف أني لما نشوف أطفالي يشوفوا أولاد الجيران أو خوالهم أو أي حد يلعبهم أو مر علي ساعات، خاصة ابني هذا الصغير، نغفل عليه شوي نلقاه واخد صورته ويبوس علي بابا. صعبة مواقف دي. الأمل اللي عايشة عليه إنه يكون لي عندي مسكن أنا وأطفالي، ويكون ملك ليا، حيث أنني توا قاعدة هنا في سكن مؤقت، فممكن في أي لحظة يقولوا لي أطلعي. فأني هذا دايما الكابوس اللي عندي، حتى دايما نقول شن بيصير فيا غدوة بعد غدوة، بعد نطلع من هنا وين بنمشي وأطفالي 5. نشتغل على السيارة متاعي، نرفع في طالبات الصبح ونرفع في أطفال الفترة المسائية، واحيانا تجيني توصيلات العشيه نوصل في عائلات الاماكن نمشي نروح بيهم بعدين. فهذه هي. واشتغلت فتره كنت ندرب في على تعليم قياده السياره، اشتغلت فتره. ومعنا من طرابلس دكتوره ماجده الفلاح، عضو لجنه حقوق الانسان في المؤتمر الوطني العام في ليبيا. دكتوره ماجده، هل لمستم فعليا اي تغير في وضع المرأة الليبية بعد الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى كل مشاهدي الجزيرة وعلى أهلي وشعبي في ليبيا. في الحقيقة كما تعلمون نحن في مرحلة تحول من الثورة إلى قيام الدولة، ونحن ما زلنا لم ننشئ هذه الدولة التي نحلم بها بعد، التي تتحقق فيها الحقوق والتي تقوم على المواطنة، التي يتساوى فيها المواطن والمواطنة في الحقوق والواجبات. من خلال المؤتمر الوطني سعينا أن نحاول أن نوفر الحاجيات خاصة للأسرة، ونرفع من مستواها، من مستوى دخلها. فأقرينا قانون يرفع علاوة العائلة حتى نضمن أن توفر بعض حاجيات العائلة وليست كلها. نحن نرى أن المرأة ما زالت لم تأخذ حقوق قد أعطاها إليها الإسلام، ولكنها للأسف ما لم تنص هذه الحقوق التي أعطاها إليها الإسلام في قوانين، وقبل أن تكون في قانون لابد أن تكون في دستور. ونحن في دولة ليبيا نسعى الآن إلى أن نضع هذا الدستور التي تضمن فيه الحقوق، وينزل بعد ذلك إلى قوانين تضمن فيه المرأة حقها. المرأة ما زالت ترى أنها ليس يعني لم تأخذ مكانها في بناء ليبيا كما أخذت مكانها في ثورة 17 فبراير. هل هذا يتعلق أيضا بتمثيل المرأة الليبية في المؤتمر العام وأيضا في الحكومة الحالية دكتورة ماجدة؟ بالنسبة للتمثيل المرأة في المؤتمر الوطني العام، كان تمثيلها أعتقد أنه من ناحية العدد جيد جدا، بنسبة 16.4% هو تمثيل لأول جسم تشريعي في ليبيا. أعتقد أنه تمثيل جيد مقارنة بالدول وبتجارب الدول في العالم على كل المستويات. 16% تمثيلا عالي. في الحكومة كانت هناك وزارات، نعم لم تكن وزارات كثيرة، ولكن كان في تمثيل الجهاز التنفيذي أو السلطة التنفيذية. في مؤسسات المجتمع المدني رأينا النساء من بعد الثورة وحتى الآن
هناك حراك جيد في مؤسسات المجتمع المدني، والمرأة لها وجود فعال في هذا في هذه المؤسسات، وإن كانت هذه المؤسسات ما زالت في مرحلة بناء لتشكل الهيكلية على أساس مؤسسي وليست على بناء على أفراد. ولكن أقول أن المرأة لتكون جزء من بناء دولة ليبيا ولتكون جزء من نهضة جميع الدول لابد أن يعني تشمل في خطة تنموية تكون المرأة جزء منها. يعني لابد ينظر ليست نعم نريد المرأة في دائرة صنع القرار سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو مؤسسات المجتمع المدني، لكن لابد ننظر إلى المرأة في ربة البيت كربة بيت أيضا، لابد أن ننظر إليها كمرأة ريفية يعني كل لابد ننظر إلى النساء على مستوى الشرائح. نحن الآن في ليبيا أنا في ظني أن المرأة في كل المستويات هي على ثغر من ثغور بناء ليبيا، سواء كانت ربة بيت، سواء كانت معلمة في المدرسة، سواء كانت طبيبة، سواء كانت في مؤسسات مجتمع مدني، سواء كانت في السلطة التنفيذية أو التشريعية. حدثينا نعم. حدثينا أيضا عن أولويات المرأة الليبية اليوم. أعتقد أولويات المرأة الليبية هي نفس أولويات الرجل في ليبيا. نحن جميعا نطمح أن نؤسس دولة ليبيا، وأول لبنة في هذه الدولة هي وضع الدستور، فنحن نتطلع أن نكون نضع هذا الدستور. فالمرأة لابد أن يكون لها تواجد في الهيئة التأسيسية، وقبل ذلك لابد أن يكون لها تواجد في وضع مشروع انتخاب الهيئة التأسيسية، حتى نضمن أن هذه الحقوق التي أعطاها إليها الإسلام متواجدة في الدستور، حتى تضمن بعد ذلك حقوقها في قوانين تضمن هذه الحقوق. ولكن أكرر أن المرأة لابد أن نضمن أنها جزء من بناء هذه الدولة. شكرا. في خطة تنموية، يعني أن نركز على النساء على جميع الأصعدة والمستويات. شكرا لك من طرابلس الدكتورة ماجدة الفلاح، عضو لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني العام في ليبيا. نواصل معكم حصة